الوزير قرر ينوب عليه السي رشدي قدار، الدكتور رشدي قدار اللي هو المدير الجهوي ديال الصحه بجوج ناس بسوس ما الصدرع. ودرنا هذه المبادره اولا باش نعزيكم في المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه. اليوم وبتكليف من السيد وزير الصحه البروفيسور خالد اب طالب وبرفقه السيد سعيد فكاك رئيس المؤسسه الحسن الثاني للاعمال الاجتماعيه لموظفي الصحه وبمعيه الاطر ديال المديريه الجهويه للصحه وكذلك الممثل الجهوي للمؤسسه ديال الحسن الثاني، تنقوم اليوم بزياره للزوجه ديال الفقيد الدحو عبد الغالي للاسف وفاته المنيه اثر حادثه سير اثناء قيامه بالواجب ديالو الا وهو التغطيه ديال التلقيح ضد كوفيد بدائره اغرم باقليم تارودانت. هذا الشخص المشهود له بالخصال النبيله وكذلك الاخلاص والتفاني ديالو في العمل. وبهذه المناسبه الاليمه تنتقدموا بالتعزيه ديالنا سواء العائله الكبيره ديالو في شخص الوالدين ديالو بطاطا وكذلك العائله الصغيره في شخص الزوجه ديالو والابنه ديالو اللي تنتمناو ان شاء الله تكون خير خلف لخير سالف. زياره وهذا التنقل اللي درنا مدينه الرباط لاكادير هو بتكليف من السيد وزير الصحه البروفيسور خالد اي الطالب. طبعا الهدف هو التنقل لبيت زوجه الفقيد عبد الغني اضحو السيده فاطمه فقير باش نتقدموا لها بالتعازي للمؤسسه والمواساه والتعازي للسيد الوزير شخصيا، وذلك بعد ما زوجها الله يرحمه السي عبد الغني اضحو انتقل الى عفو الله اثر حادثه سير مفجعه في مدينه اغرم، وكان في عز اداء الواجب الوطني، كان في مهمه ديال لي فاكسان يعني ديال التلقيح في اطار مواجهه الكوفيد. اولا تنطلبوا له الرحمه والمغفره والله يرحمه ويوسع عليه، وتنتمناو الصبر والسلوان يعني للعائله ديالو. طبعا هذا التنقل طبعا ماشي غير تقديم التعزيه ولكن لتقديم واحد الدعم مادي شيك بقيمه 100,000 درهم يعني 10 ديال المليون اضافه ل 20,000 درهم اللي غيتعطي شركه تامين. هي مساهمه رمزيه كرمز يعني للتضامن والتعاضد والتآزر والاعتراف بالجميل ديال النساء ورجال الصحه. هذه مناسبه باش نجدوا لهم الشكر على المجهود اللي تيقوموا به لمواجهه الكوفيد وكذلك في اطار الحمله الوطنيه للتلقيح، لانه ليس من السهل على واحد الاسره باش تفقد العزيز ديالها يعني خلال واحد المجهود الوطني. وبالتالي هذه يعني هذه التفاته رمزيه يعني للموظفين والاطر والنساء ديال رجال الصحه اللي تنحيوهم عاليا على المجهود اللي تيقوموا به. ان يجازيهم عنا خير الجزاء وان يتقبل منهم خطواتهم وان يتقبل من